بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. في سورة قاف الآيات كثيرة والدروس كثيرة. ربنا بيحذر سبحانه وتعالى، خد بالك يا ابن آدم، عند لحظة الموت مفيش رجوع، والسكرة اللي هتيجي مع الموت هتوري لك هي مفروض سكرة، لكن السكر بتاع الدنيا الإنسان بيرتكب معصية وبيغيب عقله بتصرفاته، ويبقى غايب عن الوعي، يبقى مش مدرك تصرفاته، ويبقى في حالة فاكر ان هو كده يعني سعيد ومفرفش ومبسوط. عند الموت ربنا سبحانه وتعالى استخدم نفس اللفظ بس بتأثير مختلف ومعاكس ومغير. السكرة بتاعة الموت هتفوقك، هتغيبك عن الدنيا، ده احد تأثيراتها، لكن هتوعيك انت رايح فين، وهتوريك الحقيقة اللي انت كانت غايبة عنك بأعمالك وبغفلتك لما كنت في الدنيا. ارجع واقول تاني، ده مش قصص من اجل التسلية، ولكن تحذير من اجل ان الانسان ياخد عبرة لما تيجي للحظة دي، وكلنا هنمر بيها. اوعى تغرك الدنيا، واوعى تكون من الناس اللي هيقولوا يا ليتني قدمت لحياتي. برحب بحضراتكم مرة تانية، وارحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. اهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. سورة قاف صعبة بالنسبة لناس كتير، ربنا يوفقنا ان شاء الله، والمواقف اللي فيها اصعب على النفوس، وفي ناس زي ما قلنا دايما بتحب اللي احنا نتكلم الكلام المبهج الجميل اللي يطمن، وما تيأسوش الناس من رحمة ربنا، وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. أن تشرح القرآن وأن تفسره، هذا كلام يعني يطمن اللي عايز، لكن اللي عايز يعيش في وهم إلى أن يلقى المصير الغير مشرف دي مسألة تانية يعني. لكن الكلام يطمن، القرآن كله يطمن، يطمن اللي مذاكر، اللي عمل اللي عليه، يطمن اللي عايز يفهم. جميل. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عادة أنا ببدأ أسئلتي من الأول، أنا هنا هبدأ السؤال من آخر الآية. ماشي. تحيد، أول واقع للكلمة، ده اللي أنت كنت عايز تهرب منه أو ما تشوفوش أو 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 أو. طب هو الإنسان بمنتهى غروره وجهله وعلمه القاصر، رغم كل ده مفيش شك إن كل إنسان هيموت، فهو يعني هو في مهرب من الموت؟ هو في حد مثلا هيبقى له واسطه فما يموتش، او مثلا هيبقى عنده يعني حاجه يعملها فيأجل الموت؟ يعني ده غير متصور. امال ذلك ما كنت منه تحيد ايه معناها؟ ايه هل معناها الهروب؟ هل معناها عدم التصور؟ ولا المعنى المقصود قد يكون ده اللي انت كنت غافل عنه وتتمنى انك ما تمرش بيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. طبعا في آية تؤيد ما ذكرته في مطلع الكلام، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. برضو يبقى سؤالك قائم، لان انا نفسي نفهم كل كلمه في القران. طب تفرون ازاي؟ يعني انا افر من الموت ازاي؟ يعني بالمنطق كده، يعني انا عايز افر من الموت هعمل ايه؟ الانسان في الحقيقه احيانا يبقى عارف الحق ومتاكد منه، لكنه بيعمل حاجه غريبه جدا لا يستطيع مواجهته. مواجهة ايه؟ الحق. مش عايز يواجه. طب ده عيب في النفس؟ طبعا. هنا بقى اصبح مرض نفسي بس عند غالبية البشر، بدليل ان القرآن لما اتكلم جمع وتملي في اللغة العربية، الجمع بيجي لايه؟ للأغلبية. يعني قل ان الموت الذي تفرون منه، هل الكل بيفر منه؟ عايز يقول لك ان الغالبية العظمى على هذه الشاكلة، إلا من رحم الله تبارك وتعالى.
والمعنى القرآني ده ينطبق جدا عند موسى عليه السلام ساعة جاءه ملك الموت. هو مش عايز يموت، شأنه شأن إيه؟ شأن أي بشر، مع إنه نبي، ومع إنه برضه عشان يعني ندي لكل حاجة حقها، لما قال ثم ماذا؟ قال له ثم الموت، قال إذن الآن. يعني هذه قصة معروفة وإحنا حكيناها كتير من باب تخير الأنبياء. هو يخير، أي نبي يخير، لكن دائما النبي الرسول يختار إيه؟ الموت. لأن الموت لما تيجي أنت تفلسف المسألة، هذا قضاء الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة لو أنت شفت الملك لما بياخد أربع كلمات، بياخد إيه؟ الرزق والأجل قبل الميلاد. يعني هو بياخد ساعة الموت قبل ما الإنسان يتولد، فده دي حاجة ولذلك أول ما الإنسان بيتولد ينطلق وراءه سهم الموت خلاص. والناس اللي بتحتفل بعيد ميلادها الواحد عايز يضحك، لأن أنت المفروض مثلا منطلق 60 سنة وبيبدأ كل سنة تقرب من إيه؟ من الموت. فأنت أنت بتنقص مش بتزيد، أنت بتزيد عمر لكن بتنقص إيه؟ بتقرب من الموت، بتنقص رصيد. بالظبط. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فأنت أساسا أنت بتنطلق بالظبط زي مثلا إيه لما تعمل عداد يعد لك التوتال، يديك النتيجة يقول لك مثلا 130 129 128 اللي هو العد التنازلي، العد ناقص، عد بالسالب. فأنت إنه ملاقيكم منطقية جدا، لأنك بتفر من شيء اتكتب عليك لو أنت فكرت قبل ما تتولد. فبيقول إيه سبحانه وتعالى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما استعملتها؟ يا إما تيجي للنفي يا إما تيجي اسم موصول بمعنى الذي. لما تقيم الـ 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 المعنيين لما تمشي الآية مظبوطة. يا إما وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك الذي كنت تفر منه، أو وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك الذي لا تستطيع أن تفر منه. يعني تمشي كده. طب لو جت بالمعنى الأولاني اللي هو ده اللي انت كنت بتفر منه، إزاي يفر الإنسان من قدره؟ اللي هي عدم المواجهة. هو مش عايز. هو في الحقيقة أهل المنطق قالوا إيه؟ قالوا الحقيقة الوحيدة في الحياة الموت. ودول ما كانوش يعني مش كتير منهم مسلم يعني. يعني أنا بإيدي كل يوم إيه؟ في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يعني أنت كل يوم وأنت ماشي في طريقك يا بتشوف جنازة يا بتشارك في جنازة، يعني دي حقيقة قدامك. ومع ذلك هل الإنسان حتى الإنسان اللي بيفكر فيها لحظيا، يعني لما نروح ندفن تلاقي الناس ساكتة وخايفة، بالليل في النايت كلاب عادي خالص مفيش مشكلة، يعني خلص الموضوع. ما أنا بكلمك بصدق. فدي قضية خطيرة. ولذلك قال إيه؟ عندك كلمتين يبينوا لك حاجة مهمة جدا. بالحق تحيد، يعني المفروض أدام الموت هيجي بالحق يبقى أنا المفروض إيه؟ أسلم، ما فرش. فتحيد يعني إيه؟ يعني تفر، تحاول البعد، تحاول عدم المواجهة، تعمل نفسك ما انتش واخد بالك. بس في النهاية الساعة التي قضى بها الله تبارك وتعالى لا يمكن لا تتأجل دقيقة ولا تزيد دقيقة. طيب هل من الوعي ان الانسان يربي اولاده على فكر المواجهة؟ يعني يمكن ده مثلا هيبقى له مردودات تطبيقية وايجابية جدا. طبعا اديك مثال، موضوع المخدرات. سيبك من الناس اللي بتخش من أجل الدماغ والروشنة والفضول وعايز تجرب وتشوف، لكن بيبقى في نسبة كبيرة جدا بيبقى واخدها هو هربا من مشكلة أو من صدمة عاطفية أو عصبية أو فشل في حياته، صار وراحت زوجة أو حبيبة ماتت، ابن توفاه الله، مش قادر يواجه الحزن فعايز يغيب عقله فيتعاطى نوع من المخدر عشان يعمل له دماغ تانية غير دماغه الحقيقية، بيعمل له نوع من الخمول، احساس زائف بالسعاده، ينام يبقى يهرب يعني. يهرب بدل ما يحل مشكلته الاصليه. خلق مشكله العن وهي ادمان المخدرات. اللي انت بتقوله على المخدرات موجود في الحقيقه في حياتنا اليوميه العمليه بالنسبه لكل مقادير الله تبارك وتعالى.
وعشان كده انا بقول فين مناط تحييد ذلك ما كنت منه تحييد. لما هتمشي شويه في الايات هنا دي السكره وبعدين في نفخ الصور وبعدين في البعث مش كده؟ كويس. هيجي وقت يقول لك فكشفنا عنك غطاءك، اهو اللي انت قلته ده هو غطاءك. المخدرات اللي شربها او الهروب اللي عمله او مثلا اول ما تحصل مشكله يقوم مسافر في حته وقافل عليه ويقفل تليفوناته ده بيعمل ايه في الحقيقه؟ بيهرب. ما بيواجهش، بيهرب. فبيعمل لنفسه ايه؟ غطى بالسلب مش بالايجاب. يعني انا النهارده لما اكون على يقين ان انا هموت المفروض اصلي كويس واعبد ربنا كويس واخاف وامشي في الصالحات وفي الطاعات، لكن ده انا متاكد ان هموت وبعمل الغلطه على امل ايه؟ ان انا اتوب. طب ما توبتش يبقى انا مت على معصيه. فالغطاء ده لازم يتكشف، لو انت شاطر اكشف غطائك ايه دلوقتي وانت عايش، بدل ما تبقى مفروضة عليك يوم القيامة حيث لا ينفع الندم. ولذلك قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبقى لما كنت في الدنيا بتحيد كان بصرك ايه؟ ضعيف. اصل حديد هنا تعني الايه؟ القوة. القوة. وشمعنا حديد؟ ليه حديد؟ ليه ما قالش نحاس مثلا؟ ليه ما قالش فولاذ؟ لان الحديد هو المعدن الوحيد اللي مش من الارض، ربنا انزله. انزله. فعايز يقول لك بصرك النهارده على غير اللي انت جيت منه، لان انت في اخره، انت في يوم دين، يوم حساب. فانا حورنيك حقيقه بتوصيف او بتشبيه ما كانش حتى عندك في الارض. فاختار الله تبارك وتعالى كلمه ايه؟ حديد، كنايه او مجاز عن القوه. لكن كان يقدر يقول فلان، لكن لا، هو عايز يبين لك ان انت يوم القيامه هتبقى على شاكله تختلف عن اللي انت حتى منها، لان كل المعادن وي 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 جاي من الارض وانت جاي من الارض. لكن لما تبقى حديد يبقى يوم القيامه هيختلف حتى عن طبيعتك او عن اللي انت منه. فهترى الحقائق كامله. ولذلك في نقطه مهمه جدا، الحديد ده ما فيهوش احتكار بقى ولا مشاكل، ده غير ولا مشاكل دنيويه من المشاكل اللي الناس بتعاني منها. ده حديد ببلاش. القضيه في الحقيقه ان لما 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 تيجي تناقش مثلا سيدة عائشة ناقشت حكايه الموت. الرسول بيقول حديث مهم جدا، بيشرح حاجه معينه، بيقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالسيدة عائشة قالت له دي يعني دي تبقى مصيبه، ده الكل كده، احنا وحد بيحب الموت؟ يعني من احب لقاء الله، هي افتكرت ان اللقاء هو الايه؟ الموت. فطبعا احنا كلنا بنكره الموت، يبقى كلنا مش يبقى كلنا لا بنحب الله ولا بنحب اللقاء ولا فاهم. فالرسول فلسف الموضوع. قال ايه؟ قال ان سكره الموت دي لما بتيجي، شوف بقى توقيع القران وشوف كلام الرسول، وجاءت سكره الموت ايه؟ بالحق. قال لك ان ساعه ياتي الموت، وطبعا الكلام ده انا عايز الناس بس تفتح القلب شويه، ان كلمه وجاءت كان السكره ايه؟ حد او عاقل او مش كده. فالرسول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ساعه يعني تحين ساعه العبد ياتيه الموت بالحق، فالمؤمن الذي قدم الصالحات يرى مقعده من الجنه مع ايه؟ مع دخول ملك الموت. لان احنا قلنا في الحديث الصحيح ان بيجي بالنسبة إذا كان العبد المؤمن في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءته من السماء ملائكة بيض الوجوه، فلو جوه لونهم أبيض عرفت إن أنا من أهل الجنة، مش كده؟ والتاني والعياذ بالله سود الوجوه. فالرسول بيقول لك إيه بقى؟ خدوا بالكم قوي من الحتة دي، إن في اللحظة دي المؤمن، يعني أنا سألتك سؤال في حلقة من حلقاتي علاء بس بقالها كتير، قلت لك إيه؟ بيض الوجوه جايين بإيه؟ جايين للراجل ده بيض الوجوه بايه؟ بكفن من الجنه. لا، بايه؟ بايه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه عمله. والسود نتيجه عمله. صحصحوا كده معايا. الراجل ده في الحديث طويل واحنا قلناه وكتبناه. ان البيض الوجوه، الملائكه بيض الوجوه، انتهى الامر بربي اقم الساعه. مش كده؟ يعني نهايه الحديث هنا الربي اقم الساعه. قالها ليه؟ لانه لما اتسالت الاربع اسئله جاوب عليهم.
الله ربي، الإسلام ديني، هو رسول الله حقا، قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. دي الأسئلة، دي إجابة الأسئلة الأربعة. من ربك؟ الله ربي. ما دينك؟ الإسلام ديني. ما قولك في هذا الرجل؟ أيا كان الرجل بقى من عهد آدم إلى يوم إلى محمد، هو رسول الله إيه حقا. ما عملك؟ قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. ينادي الله تبارك وتعالى أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. يبقى هو عرف نتيجة كده، نتيجة إيه؟ نتيجة عمله. اللفة دي بالسؤال اللي لازم نسأله ونتعلمه، الملائكة جت بيض الوجوه وانتهى الأمر بيه إلى الجنة ساعة إيه؟ ساعة الموت. إذا شوف الحديث أوله، إذا كان العبد المؤمن في إدبار من الدنيا، خارج من الدنيا وإقبال من الآخرة، يبقى اللحظة الانتقالية دي حتى إذا جاء أحدهم الموت وجاءت سكرة الحق الموت بالحق، مش كده؟ يبقى في اللحظة دي المؤمن جاله ملائكة بيض الوجوه بإيه؟ بعمله. بقول بقى للسادة المشاهدين، بس مش كلهم بقى، اللي هم الفريق بتاع لسه لا قرينا له قرآن ولا اعتمرنا له ولا حجنا له ولا عملنا له صدقة جارية، ده النتيجة جت وهو بيموت، وهو بيموت لسه ما عملتلوش حاجة. عشان كده وسود الوجوه جم بإيه؟ بعمله الأسود. فلو عملت له اللي عملته له مفيش فايدة خلاص. هي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أنا هاخد ثواني عشان ما أقطعش بس. هذا العبد المؤمن وهذا العبد الكافر، صح؟ هذا ساعة رأى المقعد في الجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وده كره لقاء الله فكره الله لقاءه. يعني المسألة مش بالموت، ده المسألة قبل الموت اترتب عليها حب اللقاء أو كره اللقاء. شوف حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي فاهم الموضوع طبعا، صح طبعا، وهو بيموت صلى الله عليه وسلم يقول بل الرفيق الأعلى. طب بل الرفيق الأعلى. فاصل ونواصل، تابعونا مرة أخرى. نقلة في آية اختصرت مرحلة من ساعة الإنسان ما مات لغاية قيام الساعة. شوف الإنسان ده ممكن يكون مات إمتى، وشوف قيام الساعة إمتى، ممكن يفوت قرون وقرون. لكن زي ما قلنا في أول حلقة كده، ربنا اختزل المعاني الهامة، المراحل الهامة، عشان يوصل لك رسالة، يقول لك خد بالك انت حياتك نقط، لحظة ميلاد مشوار حياة قصير جدا، لحظة موت هوب حساب، الحق يا أبيض يا أسود. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور على طول. هل ده كمان يدي المعنى اللي بيقول ان الانسان اول ما بيموت بينقطع عنه الزمن واحساسه بالزمن؟ طبعا. زي اللي نايم، احنا بنسمي اللي نايم موتة صغرى، وفاة صغرى. واحد لو طول شوية في النوم كده وجاي تعبان من الشغل، يصحى يقول لمراته هي الساعة بقت كام، ما بيعرفش ينام ساعة ولا ساعة ونص ولا بالزمن. ساعتين. بالظبط. القرآن بيأيد هذا الكلام لما الناس بتتسأل، قال كم لبثتم؟ قال يوما او بعض يوم. الذي مر على قرية وهي خاوية على أماته الله 100 عام، قال يوما او بعض يوم. الزمن بينقطع، دي حقيقة. طب عشان كده بقى جات النقلة دي على طول، مات ونفخ في الصور. الاول خلق، لو انت خدت بالك خلق، مات، نفخ، بعث، الحساب بقى. يعني العملية كلها زي ما انت قلت، الأزمنة فيها اللي انت عشته في الدنيا مهما طال الأمد والأجل هينتهي، إن غدا لناظره قريب. لكن عايز ألفت النظر لنقطة مهمة جدا، استخدام الفعل الماضي في أحداث لم تحدث بعد بل إنها ستحدث. فلماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى وستأتي سكرة الموت بالحق، وكده يبقى المسألة ماشية، وسينفخ في الصور، صح؟ ويوم ينفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور. لكن هذا استخدام الفعل الماضي ليستشعر القارئ المستمع المنصت ان المسألة التي تكون بأمر الله تبارك وتعالى يجب على الواعي ان يتيقن منها تيقن الذي حدثت له. وعشان كده قال وجاءت سكرة الموت بالحق. فانت بتقول مثلا وجاءت سكرة الموت بالحق للذي مات،
تقبل، لكن ونفخ في الصور تتفهم ازاي؟ فاستخدام الفعل الماضي لما يكون الفاعل هو الله تبارك وتعالى، المراد من ذلك أن الذي سيحدث بأمر من الله لو أنت واعي اعتبره إيه؟ حصل فعلا. حصل فعلا. طب بعض الناس اللي بتقول اللي مات ده قامت قيامته. قيامة الصغرى، ما في الإنسان له قيامتين، قيامة صغرى بالموت وقيامة كبرى تجمع الجميع. لكن مش يوم قيامة خاص بكل واحد. لا، دي قيامة صغرى. لكن هو يوم واحد للكل. للكل. يوم الدين، مالك يوم الدين، الصاخة، الطامة، يعني دي أمور تتعلق بالآخرة، ده يوم واحد للكل. إنما خد بالك من الألفاظ كده، وجاءت سكرة الموت بالحق. ليه ما قالش وجاء الموت؟ ليه سكرة الموت؟ لأن لما بيجي الموت على الإنسان لازم يعمل مسألة الإيه؟ السكرة دي. إيه هي السكرة في الحقيقة؟ السكرة تعمل إيه؟ سكرة في الحقيقة الإنسان اللي بيسكر ده تقدر تاخد منه شهادة على موضوع حصل هو شهده؟ لا. ليه؟ عقله مغيب. مغيب في غيبوبة. كل دي ألفاظ جاية من إيه؟ من السكر ده، من السكرة دي. وجاءت سكرة الموت بالحق. وزمان إحنا سألنا لو أنت قلنا سكرة وبالحق إزاي؟ ده الراجل السكران ده تلاقيه واقف متلخبط، ولا عنده حق ولا عنده حاجة، ده ما عندوش حاجة خالص. فبيقعد متطوح يقول أنا جدع. أنا جدع. وهو مش جدع، هو أخي بخلق الله. فتيجي بالحق إزاي؟ تيجي بالحق؟ قال لك إيه؟ الحقيقة، في الحقيقة الموت اعتبره أهل المنطق الحقيقة الوحيدة في الحياة. الحقيقة دي جاية منين؟ كلمة حقيقة جاية منين؟ من الحق. فانت البعيد لو عشت حياتك في باطل هيجي لك الموت بالحق. والدليل على كده لما تيجي توقع في آية تانية يقول لك حتى إذا جاء أحدهم الموت، أهدي بقى ما قالش سكرة الموت، قال الإيه؟ الموت نفسه. قال رب ارجعوني لعلي، يعني هو ما فقش كأن السكرة دي هتيجي بالحق، يعني هتفوقه مع إنها سكرة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما طاف. فهو صادق. شوف بقى، ممكن كان يقول قال رب ارجعوني سأعمل صالحا فيما تركت. يعني بالله عليك لما تيجي انت تهرب منك فرصة اديتها لك تقول لي ايه؟ طب اديني فرصة تانية وانا ايه؟ هثبت لك نفسي حعمل. وان شاء الله هعمل. مش كده؟ يعني اعتبرني عملت كمان. لكن شوف الحق خلاه نطق بايه؟ بالحق. قال لعلي اعمل صالح. احنا لسه هنتمنى، يعني انت لسه، يعني بيقول ايه؟ رجعوني جايز اعمل صالح، يمكن اعمل صالح لعلي. المولى رد قال ايه سبحانه وتعالى جل شأنه؟ قال كلا انها كلمة انت قائلها. لا، هذا الذي على هذه الشاكلة ما يتعبرش، ما يتردش عليه ربنا. ربنا قال في بعض عباده لا يكلمهم الله، مش كده؟ قال كلا انها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم، من ورائهم هنا يعني من أمامهم، هنا استخدام اللفظ بمقلوب المعنى. ما ده الكلام الصعب بقى في القرآن. معلش، ما أنا قلناه خلاص مش لازم نشرحها لهم يعني. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ليه اللغة كده؟ ليه وراء تبقى إيه؟ أمام. لأن الرجل اللي خارج في الحقيقة من دار الدنيا إلى الآخرة، هنا هو دي الدنيا ودي الاخر، والحاجز اهو البرزخ اهو. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هو لما كان هنا كان البرزخ ايه؟ امامه. لكن لما يطلع من الدنيا للاخره بقى ايه؟ بقى وراه. فاستخدم القران لفظ الوقوع للي هيحصل على اللي لسه ما حصلش. وعشان كده اهل اللغه يقول لك وراء هنا بمعنى ايه؟ امام. هي امام لحظه، هي هتبقى قدامه للحظه، لكن لما ينتقل إلى عالم الآخرة أو إلى الدار الآخرة هتبقى إيه؟ هتبقى فعلا ومن ورائهم. فشوف بقى، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صح؟ الموت ده خد وقت قد إيه في الدنيا؟ قال ونفخ في الصور. على رأيك أنت لسه قايل اللي مات من عهد آدم، لو سألته الفرق إيه بين الموت يلي من عهد آدم للقيامة هيقول لك ونفخ في الصور. وجاءت سكرة، بالنسبة لي جاءت سكرة الموت وبعدين نفخ في الصور، لأن الزمن إيه؟ منقطع.
فاللي مات مليون سنة زي اللي مات يوم القيامة قبل ما تقوم بثواني، يعني ما قامتش عليه القيامة، هو مات وبعدين القيامة قامت. ده هينقطع عنه الزمن وده هينقطع عنه الزمن. فلو سألت الاثنين هتلاقيها بالنسبة لهم كانت ايه؟ جاءت السكرة ونفخ في الصور. طيب قد بعضها. يستقيم الكلام ده ازاي مع الموجود عند افهام الناس ان في الانسان في الجنة في القبر بيشوف مكانه من الجنة وبيشوف مكانه من النار، وبيقول ربي اقم الساعة، او اللي رايح النار بيقول ربي لا تقم الساعة، وان في عذاب في القبر، الانسان فيه هيتعذب. طب ازاي هيتعذب وهو مش مدرك الوقت وابعاده، او اذا كان في يعني في عالم خلاص هو جسد وتحول الى تراب والروح هي اللي بقت في عالم البرزخ؟ مش اللي ناموا 300 وشويه زي اللي مات 100، الاجابتين كانت واحده. يوما او بعض يوم يكفي قوي الحته اللي انت بتسال عليها دي، ان ارى مقعدي ان شاء الله والمسلمين اجمعين من الجنه، واني اقول ربي اقم الساعه، دي تكفي قوي اليوم او بعض اليوم ده. المده الزمنيه دي كفايه. وانا زمان قلت حاجه، ان انتظار النعيم هو انعم انواع النعيم، وانتظار العذاب اشد انواع العذاب. وبعدين احنا مش يعني المولى عز وجل مش في حاجه ان هو يعذب البعيد مثلا، لا، هو كفايه عليه عذاب خلاص، انقل بقى على الاخره. ما شوف ماشيه ازاي. وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه، ونفخ في الصور، ذلك يوم الايه؟ الوعيد. ممكن بقى سؤال؟ اتفضل. المفترض ان الكلام كان بيتكلم ان في متلقيان، واحد يمين واحد شمال، ايوه، واحد حسنات واحد سيئات. طيب المفترض ان اليوم بتاع القيامه يحمل وعد ووعيد. وعد لاهل الجنه واهل الصلاح يبقى ده هيخشوا الجنه، ووعيد بالعذاب لاهل الكفر والنار بان هيشوفوا عذاب. فوعد بتطلق على الحاجه اللي فيها خير، ووعيد بتطلق على الحاجه اللي فيها شر. ليه بقى هنا ساب الوعد وجاب الوعيد بس؟ انا قلت لك في الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، قلت لك ان الضمير تملي يطلق على الغالبيه، فبرضو التوقيع يتقل الغالبية. يوم القيامة أهل الجنة قدام أهل النار العدد عامل إزاي؟ وقليل من عبادها الشكور. شكرا. بقى الأكثرية هي بقى وعيد. ليه؟ لأن دي الغالبية العظمى. أنت لو عملنا لها حساباتي علاء، لا يتعدوا 10% أهل الجنة. وعشان كده قلنا الجنة واسعة جدا والنار إيه؟ ضيقة جدا. وهتجيلك الآية هنا اللي هيسأل فيها النار المولى عز وجل، وهنشرح المفهوم برضو الناس فاهمة غلط، هنشرح. لكن شوف انت سألت سؤال ذكي، ليه ذلك يوم الوعيد؟ لأن اللي سمع الكلام كان قد إيه؟ وأنا تملي بوقع لهم في سورة يوسف عشان ياخدوا بالهم من حقيقة حال الناس بالنسبة للرسول. يعني الله تبارك وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو اللي بيقول له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكلام ده منطقي؟ هو الكلام مش منطقي، بس ده الواقع يبقى منطقي. يعني بالله عليك انت باعت رسول يعمل حاجة، تقول له اعمل واعمل وخد بالك ونفذ وي 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 وي، ومهما تعمل مش هيحصل غير كذا. لان اللي متكلم سبحانه وتعالى ايه؟ عالم، عليم، علام. انما امره اذا ايه؟ اراد. لما يريد كأن الحاجة حصلت، صح؟ فقضاء الله كده. فقال له وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى الغالبية إيه؟ مش مؤمنين. يبقى المسألة وعد ولا وعيد؟ لو هطلق واحدة من الاثنين، ما لازم واحدة من الاثنين، يبقى أطلق على الإيه؟ على الأكثرية. وبعد شوية يقول له في 106 يوسف، يقول له وما يؤمن أكثرهم، يعني الحبة اللي أمنوا القليلين دول، الحبة القليلين أكثرهم مشركون. حلاوة. تاني يعني وما أكثر الناس ولو تاني يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالحبة القليلين قليل منهم اللي هيشكر، قليل منهم اللي هيوحد، قليل منهم اللي هيسمع الكلام. الغالبية يعني الغالبية من العدد الكبير في النار، والغالبية من العدد الصغير في النار. سورة الواقعة بتوصف هذا الكلام بالضبط.
بتقسم الناس بقى ثلاث أصناف. ثلاث أصناف اللي هم السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. السابقين دول اللي هم صفوة الصفوة. أيوة. اللي دول هم عباد الرحمن في كل عصر وكل حين. دول ثلاثهم من الأولين وقليل من الآخرين. بينما أهل اليمين ثلة كده وثلة من الآخرين. أما أصحاب الشمال بقى يعني. ما هنا بقول لحضرتك لو حسبناها مش هتتعدى من السبعة أو من 5% لعشرة في المية بالحسابات البشرية. ولذلك لما تيجي توقع الكلام في سورة قاف يقول لك إيه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كأن هي لو تساق وشهيد، كأن هي لو تسابت مش هتيجي، اللي هي برضو هتبقى النفس العاصية اللي ما سمعتش الكلام، اللي شافت الوعيد وعارفة هي رايحة فين. ساعة ما ماتت عرفت فهتبقى مش عايزة تيجي. زي اللي عارف المشاهد حضرتك تشوفها لما يكون حد عليه حكم بالإعدام مش عايز يمشي، مش عايز يروح أو مش قادر يمشي وشايلين رجليه خلاص وركبه عصابها باظت. شوف بقى علاء، لازم ناخد بالنا من نقطة عشان الكلمة اللي انت قلتها دي. قالك وجاءت كل نفس حتى اللي في الجنة معها سائق وشهيد. أهل النار خايفة تيجي علشان البلاوي اللي مقدماها، وأهل الجنة المفروض يبقوا فرحانين وطالعين جري على الجنة. بس هم أساسا خايفين مقام الله، فمقام الله عندهم كبير حتى وهم داخلين الجنة. ولذلك التوقيع ده وده إيه؟ قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يعني ما خافش مقام ربنا فعشان كده مش عايز يجي. وفي المقابل قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فده خايف مقام ربه فخايف يجي، وده ما خافش مقام ربه فخايف يجي. عشان كده قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها. وتملي لما تسمع في فرق بين السائق والدليل أو الإمام. الدليل أو الإمام يمشي قدام، يمشي قدام، والسائق يدفعها يسوقها للحساب. وشهيد هنا بقى أقول زي ما انت عايز، الكتاب ينفع شهيد، الأعضاء تنفع شهيد، القراءة نفسها اللي في الكتاب تنفع شهيد. ولذلك راح قايل له ايه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. حسيب يعني ايه؟ يعني محاسب. طب المحاسب ده لما انت تحاسب نفسك بقيت انت المحاسب والشهيد، لانك انت هتقرا الكتاب، ولما يحصل ما في الصدور يوافق ما في الكتاب ويشرح ما في الكتاب ويقول ان العمل ده اتعمل بنفاق، العمل ده اتعمل برياء، العمل ده اتعمل بصدق. ونوزن، واحد سبيلين، فاما من ثقلت موازينه واما من خفت موازينه. يا رب نكون من الناس اللي موازيننا يعني تبقى ثقيلة عشان تكون دليل إن شاء الله للجنة. إن شاء الله إن شاء الله وتسوقنا للجنة. فاصل ونواصل، تابعونا مرة أخرى. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الخطاب لسه مستمر للشخص اللي موازينه خفيفة. قولوا بقى كافرين، مشركين، منافقين، كلام بيتقال. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غفلة من، في اللغة العربية المعتاد يتقال غفل فلان عن كذا. انت غافل عن كذا، غفلت عن النقطة الفلانية او عن الحقيقة الفلانية. غفلة من يعني ايه؟ اصل الحقيقه دي ثبتت في القران كم مره، فانت كانك جواها، ازاي غفلت؟ ما هو لو قال عن تبقى بعيد عنك شويه، انما من انت في وسط الكلام، يبقى كان المعنى انت غافل من اللي انت عايشه، من اللي انت عارفه، من اللي انت وسط اللي انت فيه. ده انت دافن بايدك. ما انا بقول ايه، انت دافن الراجل بايدك، كل يوم تدفن وتسمع ان ده مات، كبير مات وصغير مات وطفل مات وشاب مات. فانت جوه، انت ايه، انت جوه الاحداث، فانت غافل من قلب الاحداث. يعني عندك قرآن بيديك منهج ويشرح لك بالتفصيل كل شيء،
ويحكي لك حكاية يوم القيامة وحكاية الآخرة وحكاية مش كده وسكرة الموت والموت ها انت كده غفلان مش عن هي مش بعيدة عنك ده انت جواه ده انت دفنت بايديك وبكررها كتير ولذلك لقد كنت في غفلة من هذا يعني ايه دي دي دي, دي هتبقى حجة تانية عليك قال ايه بقى ايه اللي خلاك إيه يعني ايه اللي خلاك هتوعى بقى فكشفنا الضمير عايد لمين كشفنا لله والغطاء للراجل للمرأة للواحد مننا لابن آدم يعني ابن آدم هو اللي عمل الغطاء عمله بإيه إيه الغطاء ده لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك الغطاء اللي انت عملته الأبعد اتعمل من إيه علاء من اللهو من الأهواء من البدع انت اللي عملته وعشان كده الغطاءك الناس اللي بتعمل البدع النهاردة ويناقشوك ويجادلوك ناس أصحاب الطرق والمذاهب المختلفة لما يدافعوا عن طرقهم ومذاهبهم مش القرآن وصف الكلام ده قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون دي مصيبة علاء قال له خد بالك قال له خد بالك ايه خد بالك انت ده انا مذهبي كذا ومذهبي كذا ومذهبي كذا وهو لا يدري ان صناعة مذهب معين فوق مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر هنا في قراءة علي بن ابي طالب وكثير من القراء من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة كأنك انت لما بتعمل منهج او بتتبع هوى بيحصل ايه انت كده مش بتفرق الدين انت بتفارق الدين دي قراءة موجودة طيب عشان الناس بتفهم احيانا ان المذاهب الاربعة كأن احنا عندنا يعني اربع لا. اديان واربع رسالات ولك طب ما انتوا عندكم شافعية وملكية لا لا لا. وي 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 وي. هذه المذاهب الفقهية في حقيقة الامر انا برضو عايز اقولك على نقطة بتتقال يعني لما يجي واحد يقولك انا مالكي المذهب بعد رسول الله ما ينفعش امال ايه لازمة المذاهب دي مذاهب لدراسة السنة من الناحية الفقهية ما ذهب اليه فلان ما في ذهب تفسير اهو كده في فهمه للحديث ده او للآية دي او لما قاله الرسول تعليقا او تعقيبا على آية او شرح الآية هو فهم كده مالك له فهم ابو حنيفة له فهم الشافعي له فهم احمد له فهم لكن انا ما ينفعش اقول انا مالكي واسيب كل المذاهب ودني ماشي على المذهب ده المفروض ان انا ايه ادرس الكل واخد من كل مذهب ما يناسب النص من حسب فهمي طاعة واخلاصا لله تبارك وتعالى مش تسهيلا مش ان انا باخد بنقي السهل يعني طب مناهج جامعة الازهر محتاجة مراجعة يعني فكرة التمذهب على مذهب فقهي واحد يقول لك فلان هيدرس مش عارف ايه المالكية فلان هيدرس كذا لا المفروض ادرس كله الفقه الواضح الجامع كله وبعدين انا نقي انا بقى ايه اخد من عند مالك ما يناسب كذا واخد من ده ولذلك مالك نفسه رضي الله عنه وارضاه قال الكل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر يعني لا يمكن عشان برضو في ناس بتناقش المسألة دي يقول لك طب ليه ما تمذهبش على مالك وخلاص لان اكيد وبالقطع وباليقين ان مالك عنده حاجة غلط وإلا كان يبقى إله بقى أو نبي معصوم مش كده ما ينفعش أكيد عنده حاجة مش مظبوطة كذلك أبي حنيفة كذلك الشافعي كذلك أحمد ليه لأن دول بشر طب مش ملحوظة إن البشر دول عاشوا في قرون قديمة قوي ماشي أين اجتهاد المحدثين ما هو بص الاجتهاد في كل عصر موجود ولا بأس به بشرط إن يكون المجتهد أهل للاجتهاد من ناحية من ناحية تانية انه ما يخالفش قاعدة اصولية او يخالف اصل من اصول الدين الاجتهاد في المسائل اللي ما فيهاش نص قطعي الثبوت والدلالة او قضية الثبوت والدلالة او قضية خلصانة متفق عليها بين العلماء طب ما بدل ما نسيب لاجتهادات فردية او في القناة الفضائية او في الصحف ما علماء الأمة يجتمعوا بلجنة مشكلة من المتخصصين في كل حاجة في الحديث في الفقه في التفسير في العقيدة ويدرسوا كل المذاهب مع كل القضايا المستحدثة من مستحدثات العصر بالظبط ويطلع لك هذا أدي الفهم الواضح الموحد فهم مجموعة علماء بقى للموضوع ده لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أفضل بكثير يكون فيه
طريقتين. الطريقه الاولى اللي هو فيه اجماع الاراء للحاجات اللي هي ما فيهاش خلافات، والطريقه الثانيه الراي الراجح، بدل ما اقعد ادوخ المسلم البسيط واقول له اصل قال فلان كذا وقال كذا وقالت الحنابله وقالت المش عارف ايه. هو ده الكلام الصح، ويا ريت يكون موجود. دي مسؤوليه في اعناق علماء الامه. اتعملت هيئه لهذا، بس يكون فيها الاخلاص والصدق وعدم الخوف وعدم موالاه حد او اتباع احد او ارضاء اخلاص احد. النيه لله، اخلاص النيه لله تبارك وتعالى، الشرط هتبقى افضل للامه بكثير بكثير. وخد بالك امه الاسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لما اتذكرت في القرآن ما جاش فيها حالات إفراد خالص. يعني اسمع كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يأمر الواحد منكم بالمعروف، لا تأمرون بالمعروف، عمل جماعي جماعي، فيش فيه تفرق. الصلاة عندك، الرجل الأعمى لما سأل الرسول بسمع الأذان، الأول قال اداله أجاز له، وبعدين قال له إيه، راح نديله تاني قال له بتسمع الأذان، قال له لبي، يعني عايزه مع الجماعة. وعشان كده الصلاة عندنا أحلى صلاة إيه؟ صلاة الجماعة. أنت لو سرحت لوحدك ما خدتش أجر، قد يكون ما خدتش. أسأل الله إن إحنا ربنا يغفر لنا كلنا، لكن لما تصلي في جماعة وتسرح مثلا يعني الإمام ضامن. دي قاعدة. الرسول قال في الحتة بتاعت الصلاة منفردة دي، قال لك الشيطان ذئب الإنسان والذئب لا يأكل من الغنم إلا الشاردة. المثال هنا مجازي بتشبيه وتمثيل، يعني ايه؟ يعني ما تصليش لوحدك والا هتبقى فريسه سهله للشيطان، انما لما تصلي مع الجماعه وسرحت الجماعه حضناك الامام ضامن. دي باجر بدرجه ودي ب 27 درجه. الجماعه يا جماعه، الجماعه. فالجماعه مش في الصلاه بس، الجماعه في الصلاه وفي الزكاه وفي التلقي وفي الفهم وعدم وفي الرأي وعدم التفرق وعدم التفرق. ما هو بدليل ان هو قال لك ايه، بص، منيبين اليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. هل هنا ايه؟ لا تكونوا، ما قالش برضو لا تكن، مش كده؟ لا تكونوا يعني ايه؟ يعني خليكوا تملي ايه، جماعات، جماعه في كل عصر. والرسول صلى الله عليه وسلم ومحذرنا ستتفرق امتي على ذلك، مش كده؟ الناجيه ايه؟ واحده، اللي هي جماعه، جماعة الوحدة، فرقة جماعة. فبيشاوروا بعض ويتناقشوا مع بعض، وزي ما انت قلت بياخدوا قرار واحد ويقولوا مثلا كنا 100 مجتمعين 80 20 فده رأي الأغلبية وده اللي هيتنفذ، وال20 ايه؟ يرضوا بيه لأن ده رأي الجماعة. إنما مثلا لما نيجي نسيب المسألة لكل واحد على حدة، ما كل واحد عمل طريقة وبقى شيخ طريقة وله مريدين. الطرق دي جت من إيه؟ انت مثلا خد بالك من الطرق بقى في الحتة دي، تلاقي مثلا الطريقة اسمها مثلا يعني كذا، صح؟ شيخ الطريقة يموت، يجي ابنه يقوم مسميها باسمه تبعا لاسم ابيه. يعني مثلا لو قلت الطريقة مثلا الابراهيمية، الشيخ ابراهيم مات، ابنه اسمه ايه؟ حسن. يقول لك الطريقة الحسنية الإبراهيمية، حسن مات خلف إيه؟ أحمد. يقول لك الطريقة الأحمدية الحسنية الإبراهيمية. يعني هو ماشي كده، مش هحط مصمتي، يعني مش هقول اسمي. يبقى هو بيعمل إيه؟ يبقى صدق الله العظيم، ولا تكونوا من المشركين، من الذين إيه؟ فرقوا، يعني قطعوا. المشكلة يا دكتور إن الناس دي مش حاسة إنها بتعمل حاجة غلط. لا، ما أنا هقولها لك أهو، ومش حاسة إنها بتشرك. أحسسك؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، والمصيبة إيه؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لو علاء نقشه يقولوا ده أنا بجمع المسلمين، ده أنا بشرح لهم، ده أنا بعمل لهم الجدال والصفصطة اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها. ده أنا بعمل والله طريقة. لسه الأسبوع ده قابلت ولد كده، يعني راجل بيكلمني ومن المريدين، يعني تشوفه يذوب عشقا كده وهو قاعد. قول لي لا، ده الشيخ بتاعنا ده مقامه عالي جدا وبيوصل لنوع من الصفا ان هو تقريبا بيبقى كده زي طاير من الارض. قلت له كده هو بيصليش هنا؟ لا استنى بس، هضحكك والله. اشرح لي كده ازاي. قال لي ده طلع مره يحج واخد معاه واحد من التلاميذ وبيطوف حوالين الكعبه، فقال له بسرعه احكي لي نكته. قلت له يا فندم. قال لي تلميذه احكي لي نكته عشان
أفضل على الأرض ما طرش، لأن أنا بعد ما لفيت لفتين حوالين الكعبة خلاص هبتدي أطير من كتر الشفافية وإن أنا قريب من الملائكة، فهبتدي أطير، فعايز حاجة دنيوية كده تنزلني على الأرض تاني فاحكي لي نكتة. قلت له طب وسيادتك كإنسان مسلم مصدق إن يعني الإنسان مننا يبقى عند بيت الله الحرام ويسمع نكتة ويعني يا أخي يفتكر كلام ربنا وما قدر الله بس بقالوش اعمل سيئة عشان ولا اعمل معصية ده كلام حد يقول؟ فقلت له أنت مصدق هذا الكلام؟ أه مصدقين مصدقين. هو القرآن عبس علاء، ما هو لما يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، مش ده واقع عمر؟ يعني أنت لو مش لو ما شفتش النوعية دي يبقى فين الآية دي؟ والجدل، المشكله في الجدال والصفصافه. يقول لك يا اخي ده ذكر، طب ده احنا قاعدين بنعمل ذكر، بنقعد نقول مثلا اسم الله لكذا مثلا 10,000 مره، فبعد بنوصل بقى ونعلو ونسافر ونسافر والخطوه ويبقى هنا مش هنا الخطوة. يبقى قاعد معانا قلت له يعني ربنا والله سقف القعده دي اكتر من تخصص. انا كمان يعني العبد الضعيف الله قاري شويتين على قدي، فقلت له يعني أنا عندي دليل من السنة وعندي دليل من القرآن، لكن هسألك سؤال واضح منطقي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش أقرب يعني مخلوقات الله لله؟ شفت عنه أنه هو قاعد في قاعدة كده طار وسط الصحابة؟ شفت عنه أهو من الصحابة المقربين إن هم كانوا بيقعدوا يذكروا الله 10,000 مرة أو 20,000 مرة اسم واحد عشان يحصل له نوع من النشوة أو حيوصل ويترقى؟ فقام واحد جنبي طبيب، شفت بقى ربنا لما يسوق الأقدار، قال له عندنا في الطب يا أستاذنا الإنسان لو قال كلمة واحدة أو فكر في معنى واحد عدد معين من المرات بيوصل الى حاله من حالات بنسميها الذهان، اللي هو غياب العقل. غياب العقل صح، لان تكرار نفس النبضه الكهربائيه عند المخ، ما هي كلها اشارات كهربائيه سيجمنت صغيره كده وسيجنلز بتروح في المخ، لو اديت للمخ نفس الاشاره اكتر من مره اكتر من مش عارف من كذا مره يغفل، بيغفل ويصاب بحاله من التوهان. فاللي هو الاحساس ان هو طاير وانه مش عارف ايه، دي حاله من الذهان وحاله من الخلل العقلي. انتوا بتعملوا هو السؤال ليهم، انتوا بتعملوا الحكايه دي بناء على ايه؟ ايه في كتاب الله، حديث صحيح عند رسول الله، توجيه الهي او نبوي؟ النبي عملها؟ لا يمكن، ولا حد من الصحابه. بقت بدعه، ولا حد من الصحابه بقت بدعه، ولا في كده يعني كان من باب اولى ابو بكر الصديق في عصر خلافته يعمل طريقه، الطريقه الابو بكري والطريقه العمري، ما حصلش. الناس دي بل بالعكس كانت اوعى من انا هقول لهم بس ما قاله الصديق ساعه ولي الخلاف، قال اني متبع ولست بمبتدع. يعني انا هعمل ايه؟ انا همشي زي الرسول ما كان ماشي. وقال لهم اذا لقيتوني خالفت الرسول رجعوني، قوموني يعني ردوني ناقشوني. ليه؟ ده راجل يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فالمساله ان الايات في سوره قاف بتعيشك احداث لازم تتدرب عليها، وده اللي احنا بنعمله النهارده. وارجو ان حضراتكم تبقوا عارفين ان احنا بننبه وبنقول. الحلقه الجايه بس هنبين نتدرب ازاي، ايوه، ونرد على الاسئله ازاي، ونعيش الاسئله بلسان الحال ازاي، مش بلسان المقال. يعني مش من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من قالها وعمل بها. وهنشوف. الله جزاكم الله كل خير. بفكر حضراتكم مره تانية، ادينا اهو بنتاسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد اللهم فاشهد، ادينا بنبلغ اهو. الفرقه والتفرق والتحزب والجماعات والطرق والفرق، خدوا بالكم هذا ليس منهج وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا اللهم فاشهد. اشوفكم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.